هناك مثل في الصين اليوم مفاده: إذا أردت رؤية ماضي الصين فتوجه إلى بكين، ورؤية حاضرها فتوجه إلى شنغهاي. أما مدينة المستقبل فهي شنجين. وشنجين مدينة مستقبلية كبيرة وفاتية جدا، خاصة وفق المقاييس الصينية. جوها كأنما مشبع بالابتكارات. كان هذا المكان قبل نصف قرن فقط قرية لصيد الأسماك، بينما تعلو سماءها اليوم مئات ناطحات السحاب. من الممكن أن تبدو شنجين للوهلة الأولى إحدى مدن الصين الكبيرة المزدحمة بالسكان، لكنها بالنسبة لرجال الأعمال والمبرمجين قبلة تكنولوجية. ولا غرابة في أن شنجين تعتبر عن حق وادي سيليكون في الصين ومركز الصناعة الإلكترونية في البلاد كلها. يقام كل شهر هناك حد أدنى معرض دولي أو سوق دولية خاصة بالتكنولوجيا الإعلامية الإلكترونية والسيارات. يزداد عدد الشركات الجديدة في مناخ شنجين شبه الاستوائي كنمو الفطر بعد المطر. مستوى الحياة هنا أحد أعلى المستويات في البلاد كلها، لهذا يسعى الكثير من الأجانب وسكان المدن الصينية الأخرى للانتقال إلى هنا بالذات. يبلغ لي تشاو 28 من عمره، إنه عاش 10 سنوات منها في شنجين، وهذا الشاب من مدينة باوج الشمالية جاء به إلى هنا إلى الجنوب إلى وادي سيليكون الصيني الحب، حبه للروبوتات. أنا اختصاصي في توحيد الأنظمة الإلكترونية والميكانيكية. كنت في طفولتي مولعا بالروبوتات، كما كان يعجبني في طفولتي مشاهدة الفيلم الرائع الرجل الذي عمره 100 سنة. وأعتقد أن هذا خير مثال لكيفية دخول الروبوت في حياتنا في المستقبل. ولكن حياتنا الراهنة أيضا لا يتصورها لي تشاو بدون روبوتات. الشركة التي يعمل فيها تقوم بتصميم وإنتاج روبوتات شبيهة بالإنسان، ولدى هذه الآلات كما لدى البشر يدان ورجلان وجسد ورأس. وصنع شركة أوبتيك حتى الآن 3 نماذج مختلفة للروبوتات وتباع بنجاح ليس في الصين وحسب بل وفي العالم كله. وعلى الرغم من أن لي تشاو مهندس إلا أنه مسؤول عن ترويج الروبوتات في السوق. أخطط عادة لإجراء فعاليات الشركة الكبيرة وكذلك التواصل مع وسائل الإعلام والبرامج التلفزيونية والإعلانات. فمثلا اشتركت شركتنا في العام الماضي في بطولة الروبوتات الحكومية وكذلك في البرنامج المكرس لأولمبياد ريو دي جانيرو، كما نقيم يوم الأبواب المفتوحة عندما يستطيع هواة الروبوتات والتلاميذ المجيء إلينا والتعرف عن قرب إلى روبوتاتنا. يقام اليوم بالذات حفل تقديم جديد لنموذج ألفا واحد. أرجو الانتباه إلى الروبوت الذي أحمله في يدي. هذا الروبوت اسمه ألفا واحد، ويوجد في جميع أنحاء جسمه 16 مفصلا وجهاز إحساس يستطيع بفضلها أن يحرك أي جزء من أجزاء جسمه. يبدو هذا رائعا جدا. يمكن القول إن هذا الروبوت هو وليد أفكار التكنولوجيا الأكثر تطوراً في بلادنا. وظيفته الرئيسية التسلية، وبإمكاننا أن نطلب منه الشيء الكثير. نستطيع أن نطلب منه أن يرقص مثلاً أو يروي حكاية. لكن الروبوتات شبيهة بالإنسان ليس ظاهرياً فقط، فقد أنتجت شركة أوبتيك مؤخراً نموذجاً متطوراً لألفا 2. هذا الروبوت لا يتحرك كالإنسان وحسب، بل وبإمكانه التواصل والتعلم وحتى مساعدة الناس في العمل.
كثيرا ما يبدا يوم عمل مدير شركه اوبتك جو جيان بالشكل التالي تقريبا. مرحبا ألفا. ما الذي يجب ان افعله؟ أيمكنك مساعدتي في ارسال رساله بالبريد الالكتروني؟ نعم، اريد ان ارسل رساله الى سياو داو. نعم، عندي سكرتيرة بالطبع، لكنها مشغولة دائما، وغالبا ما أطلب من ألفا اثنان أن يتصل هاتفيا أو يرسل رسالة بالبريد الإلكتروني وأتلو الخبر ويحوله ألفا إلى نص. عندما يأتي الرد يستطيع الروبوت قراءته بصوت عال، فهو يساعدني كثيرا. بطبيعة الحال لن يستطيع حتى ألفا اثنان بعد أن يحل محل الموظف العادي، ليست هذه مهمته الرئيسية. ويستخدم روبوتات شركة أوبتك بشكل رئيسي الأطفال، إذ أن مثل هذا الروبوت هو بالدرجة الأولى لعبة خيالية حية تقريبا، كما أنه مساعد رائع في الدراسة. يستطيع التلاميذ استخدام الروبوت لمساعدتهم في إعداد الدروس، ويساعدهم في فهم قوانين الفيزياء وبناء الدوائر الإلكترونية وقواعد البرمجة الأولية. كما يستطيع طلبة الجامعات بكل جدارة إعادة برمجة روبوتات شركتنا على أساس المعارف النظرية التي حصلوا عليها. إذن يستطيعون تكييف روبوتاتنا كما يشاءون. كثير من موظفي الشركة أنفسهم حتى وقت قريب كانوا طلبة، ولكن لم يكن بإمكانهم حتى الحلم آنذاك بمثل وسائل الإيضاح هذه. وبعد أن حصلوا على فرصة العمل في مجال تخصصهم المفضل، غالباً ما يبقون في العمل حتى فترة متأخرة، بمن فيهم ليشاو. ولكن عليه اليوم مغادرة العمل مبكراً لزيارة ذويه. لم أصبح بعد رب أسرة، لكن أخي الأكبر يعيش في شينجين، ولديه طفل لطيف جداً اسمه هونغ زاي. وكان علي قبل عدة أيام أن أحضر عيد ميلاد ابن أخي، لكنني لم أستطع لأنني اشتركت في معرض روبوتات شركتنا في الخارج. اليوم أنوي زيارة أهلي مع روبوت الجيل الثاني لشركتنا، وسأهديه للطفل بمناسبة عيد ميلاده. الروبوت سيساعد على تسلية الطفل. من الممكن أن يصبح الروبوت كأحد أفراد الأسرة وصديقا حقيقيا، ليس للطفل فقط بل وللكبار أيضا. كنت أحلم في طفولتي بصنع روبوت يشبه من حيث إمكانياته الإنسان، وأن يتمكن من التواصل معي ويساعدني في الشؤون المنزلية. عندما كنت صغيرا كنت طوال الوقت تقريبا لوحدي، لذا كنت أشعر بوحدة شديدة. مرحبا، هذا أنا. من أنت؟ ماذا تعمل؟ أجعلك الآن سعيدا. ما هو هدفك في الحياة؟ هدفي أن أصبح أحسن روبوت. من أجل أن يصل ليتشاو إلى منزل أخيه، يتعين عليه قطع مسافة المدينة كلها تقريبا. يقع مكتب شركة أوبتك وساحتها الإنتاجية في منطقة نانشان، بينما يعيش أخو لي تشاو في طرف المدينة الآخر في المنطقة السكنية بين كشيان. شينجين مدينة كبيرة ممتدة على مساحة كبيرة، تكثر في المناطق الشرقية في يانتيان ولوخو وفوتيان الدوائر المالية والتجارية، وتتركز في منطقة نانشان المنشآت الصناعية عالية التكنولوجيا، لذا يعيش العاملون في مؤسسات التكنولوجيا الفائقة هاي تيك بشكل رئيسي هنا في نانشان. إن المنتزه الفكري هو مجمع لناطحات السحاب المستقبلية التي تشبه ديكور فيلم علمي خيالي. شنجان بشكل عام مدينة تشمخ عالياً، وهي ضمن مدن العالم الكبيرة العشر الأوائل التي تتميز بأكبر عدد من ناطحات السحاب. بنيت هنا في عام 2011 ناطحة سحاب من 100 طابق يبلغ ارتفاعها 600 متر.
وخلافا للعديد من المدن الأخرى، فإن بنايات شينجان من الزجاج والخرسانة لا تترك أثر البنايات الحجرية الكثيفة التي تضايق المرة. تكثر هنا المنتزهات التي يولونها عناية فائقة، وليس عبثا أن مستوى حالة البيئة في المدينة من أعلى المستويات في العالم. شينجان مدينة جميلة للغاية، وقد أحببتها فعلا. وعندما اخترت سيارتي، أول ما فكرت فيه أن على السيارة أن تنفث الحد الأدنى من غازات العادم، وأردت قبل كل شيء أن تكون سيارتي آمنة بالنسبة للبيئة، وهكذا أسهمت بقسطي في حماية البيئة. اشتهرت هنا بالإضافة إلى ناطحات السحاب والمنتزهات السيارات الهجينة أيضاً، أي السيارات ذات المحركين، محرك البنزين والكهرباء. وتم تصميم وإنتاج سيارة لي تشاو في شينجان بالذات من قبل شركة بي واي دي. علاوة على ذلك، فإن أغلبية باصات المدينة وكذلك وسائل النقل الخاصة بالبوليس والإطفاء بالإضافة إلى السيارات الخاصة هجينة أيضاً، علماً بأن كل الموديلات من تصميم شركة بي واي دي خصيصاً بطلب من إدارة مدينة شينجان. تقدم حكومة شينجان الدعم لشركتنا، وخاصة تعيد الحكومة الصينية وفقاً لقوانين البلاد عند شراء السيارة الهجينة 30,000 يوان لمشتريها، أي 4,300 دولار، وتعيد حكومة شينجان 35,000 يوان، أي 5,000 دولار. أطلق على نموذج السيارة التي يمتلكها لي تشاو اسم السلالة الإمبراطورية القديمة تانغ، وما يانغ أحد المصممين الرئيسيين لهذا الكروسوفر. تاريخ الصين عريق جدا، وكانت هناك إمبراطوريات تشينغ وتانغ وسونغ وايوان، وكانت سلالة تانغ إحدى أقوى السلالات في تاريخ الصين وأكثرها نجاحا. لذا سعينا في تصميماتنا أن نتوصل إلى نفس القوة التي كان عليها حكام سلالة تانغ. بدأ تسويق هذا النموذج في عام 2015، لكن عملية صنعه بدأت في عام 2007. يزيد عدد المصممين عن 100 موظف، ولدينا مركز كبير للتصميم نناقش فيه التصميمات، ومنه يخرج الإبداع في تصميم مصنوعاتنا. ليست هناك مشكلة بالنسبة لزيادة احتياطي البطارية لقطع مسافة 80 كيلومترا، كما يمكن تقليل استهلاك الوقود، لكن الصعوبات يمكن أن تنشأ عند التسارع، ويتعين علينا على الأغلب أن نزيد كفاءة تحويل طاقة المحرك والمحرك الكهربائي. والمهم أن نتوصل إلى مستوى 4.9 ثواني عند التسارع. علينا أن نراعي هذه الاعتبارات بشكل كبير. لقد أنشئ من أجل حل هذه القضايا مجمع مختبري خاص في شركة بي واي دي لدراسة وتجميع المواد الجديدة. وأنشأ العلماء نوعاً خاصاً من كربيد السيليكون يحتفظ بالهواء البارد لنظام تبريد المحرك الكهربائي. يقع مصنع الشركة بي واي دي في إحدى مناطق شينجان البعيدة دابينغ، والمصنع بحد ذاته هو مدينة في مدينة. وبالإضافة إلى الساحات الإدارية والإنتاجية، يوجد هناك قسم لسكن العمال ومجمع للمختبرات. ويوجد حتى ميدان للتجارب. يجري هنا اختبار ليس فقط النماذج الجديدة بل والقديمة أيضاً، ويتم من كل بد اختبار قيادة عدة سيارات من كل دفعة في مختلف ظروف الطرق. يتنقل موظفو الشركة في أرض المصنع الضخمة بخط أحادي السكة،
على فكرة، تمد شركة بي واي دي مثل هذا الخط في مدينة شنجين أيضاً. تعمل بان لينا في شركة بي واي دي منذ سنة فقط. إنها جاءت إلى شنجين من شمال الصين للالتحاق بالمعهد التقني. إنها تحلم بأن تصبح مبرمجة وأن تجمع بنجاح بين العمل والدراسة. تشرف بان لينا في المصنع على نوعية المحركات الكهربائية المنتجة. والمحركات الكهربائية والبطاريات هي مفخرة شركة بي واي دي وورقتها الرئيسية الرابحة. يكفي إعادة شحن السيارة الكهربائية مرة واحدة بالمتوسط لقطع مسافة مدينة شنجين كلها من الغرب إلى الشرق، أي حوالي 80 كيلومترا. ويوجد في أرض المصنع عديد من أجهزة شحن البطاريات كي لا تبحث عنها في المدينة. كما تقدم الشركة لجميع موظفيها خصومات لسيارتهم. تود بان لينا أيضاً مع مرور الوقت شراء إحداها. أتعامل خلال عملي مع جميع نماذج السيارات، ولكن تانغ تعجبني أكثر لأنني أعتقد أنها الأجمل. يتم إنتاج الطاقة لمحطات شحن السيارات الهجينة بأحسن طريقة من الناحية الأيكولوجية بواسطة الطاقة الشمسية، أي أن السيارات مشحونة بطاقة شمس شنجين، لا سيما وأنها ساطعة هنا طوال أيام السنة تقريباً. أما سطوح ساحات الإنتاج الضخمة للشركة فهي عبارة عن بطارية شمسية شاملة. عدد محطات الشحن حالياً قليل، لكن الحكومة بدأت بأعمال نشر محطات الشحن في مختلف الأنحاء، وهذا يعني أن قيادة السيارات ذات المحرك الهجين ستكون في القريب العاجل أكثر ملائمة للجميع. سيظهر في عام 2018 في شنجين أكثر من 10,000 محطة لشحن السيارات الكهربائية التي تعمل بالطاقة الشمسية. ومدينة شنجين خير مثال على كيفية تغيير إصلاحات السوق الحياة في الصين. هذه المدينة الكبيرة بشكل عام تدين بظهورها ليدينغ شاوبينغ، مهندس الإصلاحات الاقتصادية في الصين. تقع مدينة المستقبل هذه مباشرة على الحدود مع هونغ كونغ، وقد تساوت اليوم من زمان مع هونغ كونغ من حيث مستوى المعيشة، بل وحتى تخطتها. لم يكن عدد سكان شنجين في أوائل التسعينيات يزيد عن نصف مليون نسمة، بينما ازداد اليوم بثلاثين مرة وبلغ حوالي 15 مليون. يجري هنا في كل قطعة من الأرض بناء المكاتب والبيوت السكنية، لكن هناك نقص في أماكن وقوف السيارات الكثيرة جداً. فعالجوا هذه المشكلة في شنجين بشكل ابتكاري أيضاً. يوجد مجمع متعدد المستويات لوقوف السيارات على مقربة كبيرة من منزل أقارب لي تشاو، وتم تصميمه هنا أيضاً في موطن الابتكارات الصينية IT. تعتبر شركة إيفونغ قديمة وفقاً لمعايير شنجين، فهي تعمل في مجال مواقف السيارات من الجيل الجديد طوال أكثر من 10 سنوات. كيف وصلنا إلى سوق تكنولوجيا مواقف السيارات؟ لقد أدركنا في الوقت المناسب أنه من المفروض أن تظهر لدى الجميع في الصين سيارة مثلما ظهرت في كل أسرة في وقت ما الأدوات الكهربائية المنزلية. الصين تواجه الآن مشكلة، وهي أن عدد السيارات الخاصة يقترب من 200 مليون، بينما يبلغ عدد الأماكن المصممة لوقوف السيارات 100 مليون فقط. إذن أين يمكن إيقافها؟ في الطرق؟ على الأرصفة؟ تقع أماكن وقوف السيارات المتعددة المستويات لشركة إيفونغ الآن في العديد من المكاتب الكبيرة والمستشفيات وبالقرب من أشهر محطات المترو والمنتزهات.
تشغل السيارة الواحدة في الموقف المتعدد المستويات مساحة أقل بثلاث مرات مما في الموقف العادي. وعند توقف 100 سيارة وأكثر يكون الفارق في استخدام المساحة أكثر بكثير، إذ من الممكن استخدام هذه المساحة بشكل أكثر فعالية في ظروف نقصها في شنجان. لكنك لن تدهش أحداً حالياً بمواقف السيارات المتعددة المستويات، إنها موجودة بوفرة في الولايات المتحدة أيضاً. لكن أهم منجزات شركة إيفونغ النظام الجديد مبدئياً لأماكن وقوف السيارات من الجيل الثالث التي تعتمد على الروبوتات. سنعرض الآن كيفية عمل هذا النظام. تفضل ادخل. المنطقة التي نحن فيها الآن تعتبر بمثابة المدخل إلى موقف السيارات. على السيارة أن تصعد على هذه المنصة. بعد ذلك علينا أن نقترب من الموقف المصمم خصيصاً وأن نضع البطاقة هكذا، وتخرج المنصة الروبوتية من مكان الانتظار وتقترب من السيارة هكذا وتضعها في مكان فارغ في الموقف. بعد ذلك تهبط المنصة وتتوجه مجدداً إلى مكان الانتظار لتقل سيارة أخرى. نصمم الآن نظاماً إعلامياً بشأنه أن يسمح للسائق قبل انتهاء عمله بأن يرسل أمراً بواسطة الهاتف الجوال لشغل دور للخروج من موقف السيارات. فمثلاً تعرف أنك ستنزل إلى الأسفل بعد 15 دقيقة لأخذ سيارتك، يقوم النظام بإعداد سيارتك عند خروجك بالذات من المبنى، وهذه فكرة مثيرة جدا. يتصل بنا الآن الكثير من الزبائن من روسيا ويهتمون بموقف السيارات من الجيل الثالث لإنشاء مواقف جديدة للسيارات تحت الأرض في موسكو. وفي سان بطرسبورغ أيضا يريدون تبديل بعض مواقف السيارات تحت الأرض بمواقفنا لزيادة استيعابها. قد وصل ليشاو أخيرا إلى أقربائه. هناك مفاجأة لابن أخيه الصغير ذات خصائص عالية التكنولوجيا من شنجان. ها أنت، لم نرى بعضنا منذ زمن. مرحبا هونغزاي. مرحبا يا عمي. لم نرى بعضنا منذ زمن. جلبت لك هدية وأمل أن تعجبك. إنها روبوت. هل رأيت مثله من قبل؟ لا. أليس جميلا؟ انظر، انظر إليه. لديك روبوت مماثل؟ هنا على قميصك، ولديه قبعة. نعم. مرحبا. ماذا يجب أن أفعل؟ 1+1 كم يساوي؟ 2. هذا صحيح؟ نعم. هل تستطيع الرقص؟ سيعتني بك الروبوت. هل أنت مسرور اليوم؟ مسرور؟ وأنا أيضاً مسرور جداً أن أكون معكم. شنجان التي تشبح عالياً هي مدينة التكنولوجيا العالية، حيث يتنافس على دور بناة المستقبل ليس الناس وحسب، بل والروبوتات أيضاً.
من الممكن وصف هذه المدينة الكبيرة بعجوبة العالم الثامنة، إذ أنها تدهش سكانها وتدخل البهجة على قلوبهم كالروبوت العجيب الذي ولد في وادي سيليكون الصيني وأهداه العم لابن أخيه الصغير.